على الفطرة يحبي حسين وعلى الخدمة تربي ورايات الشعائر هاي ننصر بيها مهدينا ننصر بيها مهدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. عظم الله أجورنا وأجوركم ونحن نعيش أيام الحزن والعزاء على مصاب أبي عبد الله الحسين وأهل بيته، ونستذكر هذه الأيام بمزيد من اللوعة والحزن والأسى لما أصاب حرم الله وحرم رسوله في طف كربلاء سنة 61 للهجرة. من أراد أن يرسم صورة عن مجتمعه وواقعه ويريد لها تجربة ومثالا، فلا بد أن يجد في لوحة الطف في كربلاء المثال الذي يحتذى به. فلو أردنا مثلا أن نضرب مثالا عن الشباب وما يعانيه وما يؤثر فيه وما يؤثر عليه، فسنجد للشباب صورة في طف كربلاء ومثالها واضح وجلي، ويكاد يكون الأغلب والأعم في ملحمة الطف الكبرى هو ما حصل لدى الشباب من إيثار وتضحية وفداء للدين والعقيدة وللدفاع عن الإمام المعصوم. تمثل ذلك في علي الأكبر وفي القاسم ابن الحسن، وكذلك في الكثير من الشباب من الأنصار الذين جاءوا لنصرة الإمام الحسين. حركة الشباب الواعي في ثورة الإمام الحسين موضوع تقريرنا المصور الذي أعددناه لكم من كاميرا قناة الإمام المهدي الفضائية. كونوا معنا سادة المشاهدين الكرام وهذا التقرير المصور. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب. بمناسبة انتصار الدم على السيف وحلول شهر محرم الحرام، قامت مواكب النجف بصورة خاصة وبصورة عامة، مواكب أهل البيت كلها، أعلنت اليوم من اليوم الحداد على سيد الشهداء، على المظلومة المقتولة في كربلاء. ونسأل الله بحق هذا اليوم العظيم أن يرحمنا وأن يجعلنا من خدام الحسين ومن رواده، وكذلك أن يرفع عنا شر هذا البلاء والوباء بحق محمد وآل محمد. أنت من شباب المواكب الحسينية، ما هي طموحاتك للمواكب؟ أنا كشاب حسيني دائما هاي طموحات كثيرة، يعني دائما طموحاتنا نتأمل من أهل المنابر أنه دائما يتونا بمواضيع جديدة للشباب لجذب الشباب إلى المواكب الحسينية، وخاصة بهذه الأيام، خاصة بذن الأيام وهاي السنوات الأخيرة اللي قاعد يصير مع كل الأسف غزو ثقافي على ثقافتنا الدينية. نتأمل من الخطباء والوجهاء كذلك أن يدعموا الشباب وأن يجعلهم في كل شيء، يعني لا يروحون على المسار غير مسار الحسين، أن يضربون مسار الحسين، يضربون تضحيات الحسين، يخلونا نقتدي بإمام الحسين. أنا وغيري لازم أكو هناك وعي ثقافي جديد من جديد. من يجي الوعي الثقافي؟ من خلال المنبر الحسيني. أنتم شباب المواكب الحسينية، موكب سيد الشهداء، عشيرة آل تويج، طموحاتكم للمواكب ما هي طموحاتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. والله طموحنا هو طموح الحسين، هو الحسين يعني فكرة إصلاحية، هاي خلينا نقول هي هو الباب الأول والأساسي لجميع هاي المواقف، عبرة وعبرة، يعني أساسه هو الإصلاح. هذا هشوف هالشباب، هاي مجموعة الشباب جاي يستحقون بالمواكب، كل مواكب العراق احنا نقول بشكل عام، والنجف خلينا نقول كخصوص، جاي نشوفهم يلتحقون، غرضها غرض يعني فد موسم إصلاحي، تهذيب نفسي، يترك هاي المجموعة كلها، يترك شهواته، يترك مادياته، معنوياته، ويلتحق بهذا الركب، ركب الحسين انه سفينة نجاة. الحسين بعد وصف رسول الله سفينة النجاة، هو معروف الحسين كل الناس سفن النجاة إلا سفينة جد أسرع، إذن فهو ركب الإصلاح وبخدمتكم. الله يحفظكم. السلام ورحمة الله. عظم الله أجرك. عظم الله أجرنا وأجركم بهذا المصاب، الله يخليك. رغم حرارة الجو أنت تقوم بتوزيع هذا الشاي وما تقدمونه في موكب سيد الشهداء، حدثني عن هذا. والله هو كل سنة احنا متعودين، ما يهمنا لا حار ولا برد ولا أي شيء، احنا متوطنين هاي السالفة منذ سنين، من احنا أطفال احنا نجي لهنا عمرنا سنة وسنتين وثلاثة نقعد نشتغل هنا، ما يهمنا لا حار ولا أي شيء موجود، وإن شاء الله مستمرين على هذا الخدمة.
ماذا تريد الإمام الحسين وأنت تخدمه؟ والله أخوي حاليا يعني هو رفع الوباء عن هاي الأمة، لأن حاليا هذا الوباء أثر علينا كل شيء، هو فقدنا هواي أشخاص عزيزين علينا، فقدنا حضور للمجلس الحسيني، فقدنا هواي أشخاص، فقدنا إنه هواي مراسيم نقدر كنا نسويها قبل كورونا، يعني ضمنها هسه مراسيم تبديل الرايات وهذا الحضور الجمهور لغى بسبب هذا الوباء. فأهم شيء هو حاليا هو رفع الوباء والتوفيق لهاي الأمة. قالوا المحبة جنون وكل مجنون بيواهس، المشايل براس حسين تاج العيش ملابس، عابس عاشق ومجنون وكل شيعي بفخر عابس، ينزع روحه لاجلي حسين وثار الطفي حيس بدين. أتمنى اليوم أن يطول أكثر حتى أقدر أخدم أكثر، لأن 24 ساعة غير كافية. والشعار الحسينية حياة قلوبنا، نعلمها للأطفال مثل تكيات وتوزيعات ولطم حتى تدوم هذه المواكب أكثر. أنت ماذا تريد من الإمام الحسين وأنت تخدمه؟ أريد أن يوفقني دنيا وآخرة والشفاعة بالآخرة إن شاء الله. بفضل الله عز وجل تقام شعائر الإمام الحسين في محرم الحرام لهذه السنة 1443 للهجرة، وأنت كرادود وخادم للإمام الحسين ماذا تعلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا بفضل الله وبفضل سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه جاي تقام هاي الشعائر بشكل طبيعي، ولكن مع الالتزام إن شاء الله. يعني كل خدمة الحسين وكل الناس اللي تحضر المجالس الحسين هي خير، يعني خير دليل، وناس إن شاء الله كلها وعي بقضية الالتزام بالاحتياطات، إن شاء الله خير وبركة. هاي المجالس نعمة والله، الحمد لله والشكر، نسأل الله دوام هاي الخدمة وهاي المجالس وشعار عبد الله الحسين، وإن شاء الله الموفقية جميع خدمة الحسين سواء مواكب ناس لطام وجمهور كلها إن شاء الله موفقة إن شاء الله. أنت كرادود تقرأ القصيدة الحسينية وكخادم للإمام الحسين وأنت في هذا العمر في عمر الشباب، يعني أطالكم الله بصحة وعافية إن شاء الله، ما هي طموحاتك؟ طبعا طموحاتي وطموحات كل خدمة الحسين اللي عندهم ثقافة بالخدمة الحسينية أنه هذه الخدمة إن شاء الله يعني من عندها وننطلق، يعني ما أقول لك أنه هي هاوية وإنما شنو هي أساسنا، هذه الخدمة أساسنا، ولكن إحنا من وصلتنا ما وصلتنا مثل ما كانت بالجيل السابق اللي قبلنا من خدام الحسين شباب روادي كذا مجالس ما كانت بهالمستوى، هذا بمستوى الإعلام، وكون المجلس يكون بإعلام وكون يعني هواي أمور تحتاج أنه المجلس أو الموكب أو هذه الشعيرة بحد ذاتها توصل لأبعد نقطة. إحنا بالوقت الحالي الحمد لله والشكر، يعني قلت لك الشباب المثقف الواعي الحمد لله كل سنة جاي تشوف أكو فد فقرات جديدة تضاف على المجلس تضاف على الخدمة. طبعا أكو مقولة لأحد خدام الحسين أنه أنت لا تتأمل أنه الخدمة راح تضيف لك، لا، كون أنت تجي بالخدمة وتضيف للخدمة وتطورها وتنقلها إلى العالم والناس بشكل عام، يعني بصورة جيدة وإن شاء الله صورة تليق بمحمد وآل محمد وبالحسين إن شاء الله. ونسأل الله أنه يوفقنا ووفق جميع خدمة الحسين في هذا الخط الحسيني إلى ترقية و شلون أعبر لك، يعني ارتفاع، ترفع من مستوى هاي الخدمة إلى عليين إن شاء الله. للعزاء جيت ألطم ووزع ماي وعصائر وتمن وقيمة وبجيت. بسم الله الرحمن الرحيم، نعز العالم الإسلامي ومراجعنا العظام بمناسبة قدوم شهر الأحزان شهر محرم الحرام
شهر أبا عبد الله الحسين، جعله الله هذا الشهر شهر مثوبة ودفع لهذا البلاء والوباء عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع. نعم، نحن في بداية هذا الشهر وفي أيام استقبال هذا الشهر، نحن شباب موكب المصطفى نقوم جميعا بتعليق السوادات والقطع، ونحضر المجلس بداية لاستقبال هذا الشهر، بداية بالسوادات ثم القطع والأمور الكهربائية والصوتيات وجهاز الصوت، ثم انتقالا إلى تحضير المكان من حيث خاصة في هذه الظروف، ظروف كورونا، فيروس كورونا، فنحضره لكي يكون مكان صحي ووفق الإجراءات الصحية التي أوصت بها المرجعية الرشيدة ودائرة الصحة العامة. فنبدأ بتحضير هذه الأماكن طبعا وفق التباعد المكاني لا التباعد الاجتماعي، لأن الإمام الحسين هو من جمع الناس ووضعهم على كلمة الحق، فنحضره باستخدام هذه القطع، وثم ننتقل إلى قضية تحضير الطعام. هذه السنة تحضير الطعام يختلف عن السنوات الباقية، نحضره بالسفر الأماكن ذات المواد ذات الاستخدام الواحد، ويكون بطريقة خاصة، طريقة التوزيع خاصة. جعل الله هذا الشهر شهر مثوبة وشهر دفع للبلاء بحق سيد الشهداء، وجعلنا وإياكم من خدام الحسين الموفقين المقبولين عند صاحب العصر والزمان، عجل الله فرجه الشريف. طبعا احنا اول شيء نعزي انفسنا والعالم الاسلامي وعلى رأسهم مراجعنا العظام، وعلى رأس المراجع العظام والعالم الإسلامي أجمع هو الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه في هذا المصاب الجلل. ونختصر الحديث ونقول يكفيك أنك تقول أنه الحسين ابن علي ابن أبي طالب، الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء صفت النبي، ولكن بغضا لأبيه قتلوه ليقتلوا هذه النهضة، أي بمعنى ليقتلوا كلمة الحق. كلمة الحق، الحسين نهض من أجل الحق وأحقاق الحق. إذن طموحات الشباب الذين يخدمون في المواكب الحسينية أن يجلسوا تحت منبر الإمام الحسين، وأن يستوحوا ويستلهموا من فكر الإمام الحسين ومن نهضته وثورته ما يحيون به أنفسهم التي لطالما شابتها الكثير من الشوائب، نتيجة أن الإنسان نفسه أمارة بالسوء. جلاء هذه النفس الأمارة بالسوء هو بحضور مجالس الإمام الحسين وبإقامة شعائره التي هي باعتبار الممحاة التي تمحي هذه الذنوب، فتكون القلوب صافية للقاء الله عز وجل وللتوفيق في الدنيا وفي الآخرة. كنا وإياكم سادة المشاهدين الكرام حيث أعددنا لكم تقريرا مصورا عن الشباب في المواكب الحسينية، طموحاتهم وأهدافهم، إلى أن نلتقيكم في تقارير مصورة أخرى إلى ذلك الوقت. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الفطرة يحبي حسين وعلى الخدمة تربي، ورايات الشعائر هاي ننصر بيها مهدينا، ننصر بيها مهدينا.